في عالم من علماء موريتانيا هذا لا يستطيع أن يكلم أحد إلا في الدرس أو في الصلاة أو في الذكر، لأنه لديه ورد يومي مراجعة، فما يتكلم بكلام الدنيا أبدا. حصل انقلاب قبل 5 سنوات في موريتانيا اللي يطالع السياسة. المهم حصل انقلاب على رئيس موريتانيا، فالمؤذن قال اليوم الإمام يتكلم معي، مشكلة في الدولة، انقلاب. فقال للإمام: يا شيخ، حصل اليوم انقلاب على رئيس موريتانيا. لم يلتفت إليه. لماذا؟ لو التفت إليه وتكلم مع المؤذن ضاعت هذه الدقائق، ضاعت الدقائق، اختل البرنامج، ما التفت إليه. يقول المؤذن بعد قرابة سنتين وجد الإمام في هذا اليوم فسحة، فراغ، ممكن نصف دقيقة. قال: بسرعة بسرعة، قل من الذي حصل على الانقلاب. قال: يا أخي روح خليك في ذكرك أحسن لك، والله لو بقينا واشتغلنا بما ينفعنا خير لنا.